انت لسه زعلان مني؟ انا جاي بس عشان اشكرك. على ايه؟ عشان وقفت جنبي طول ما انا كنت تعبانه في المستشفى. ادي فلوسك. انا ما اقصدش الفلوس. ما انت يهمك غيرها. انا لو ما كانش يهمني غيرها ما كنتش جيت لك. اه طبعا. انت ليه مش عاوز تسمعني؟ عشان سمعتك كتير قوي. عايزه تقولي ايه؟ انا ما كنت ببقى معاك كنت ببقى حابه نفسي، حاسه اني محترمه. وبعدين؟ نفسي احس الاحساس ده تاني. الاحترام ده مش بزرار ندوس عليه نبقى محترمين. ساعدني، وريني السكه. السكه واضحه اللي عايز يمشي فيها، بس هي صعبه عليك شويه، مش هتقدري. جرب، مش هتخسر حاجه. وانت جايه لنا ليه؟ اشمعنى انا يعني؟ هو انا مصلح اجتماعي ولا رئيس جمعيه الاخلاق الحميده؟ عشان انت اقوى انسان انا قابلته في حياتي. لا انا اضعف مما تتصوري. اللي يبقى عنده الثروه والملايين دي كلها وما يجريش وراها ويسيبها ويقعد هنا يبقى اقوى راجل في الدنيا. انا بحب الفلوس زي كل الناس، ممكن اتعب اشقى اتمرمط اسافر واتغرب عشان الفلوس، لكن ما بيعش نفسي، ما بيعش انسانيتي ولا كرامتي عشان الفلوس، لاني مش هقدر استردها تاني ولو بفلوس الدنيا كلها. انتوا ما عندكوش شاي ولا ايه؟ انتوا بخلة؟ لا عندنا. انا عايزه اعمل الشاي. لا انا اللي هعملهولك. ايه الجمال اللي عندنا ده؟ اهلا اهلا يا ست الكل. الله، انا شامه ريحه تجنن. انت عارف يا استاذ عباس ان انا ما اكلتش طعميه من اخر مره جيت لي فيها؟ ما هو عباس لما يحب حد قوي يهريه طعميه. اتفضلي حضرتك، ما تيجي عبس. الطعميه دي جامده. الشاي انتوا مش تعملوا شاي لنفسكم ولا ايه؟ لا لسه شاربين شكل. لسه شاربين الاربع اللي فات. عن حضرتك جرجرايه. جرجرايه يا عباس. طعميه يا استاذ عباس.